ليس مجرد نهر يروي أرض مصر، بل هو مؤرخ بارع يروي قصة نشأة الحضارة على ضفتيه. نحن اليوم على موعد مع إحدى قصص نهر النيل العظيم، واليوم نستكمل استماعنا لواحدة من أعظم قصص نيل مصر العظيم. ما زلنا هناك على الضفة الغربية لنيل الأقصر، نستكشف واحدا من أعظم معابد الدولة الحديثة، المعبد المتحد مع الأبدية، معبد مدينة هابو. هنلاقي هنا قبل البوابة على طول هنلاقي تمثالية الإله سخمت. والإله سخمت بتتميز إنها في وقت السلم هي إلهة الوداعة، هي الودوعة والأم الحنونة. وده ليه؟ لأنه المعبد داخله كان قصر للملك رمسيس الثالث، وبضم نسائه وحريمه وزوجاته، وفي الحروب بتبقى هي المدافعة وهي الشرسة وهي القوية. هنلاقي السخمت مثالين من البازيل الأسود بالوضع الجالس، والمعبد بيتميز بجمال الألوان وروعة النقوش. وهنلاقي هنا الشرفات على البرجين والنوافذ المفتوحة، جمال معبد مدينة هابو، النقوش الغائرة الجميلة اللي مكتوبة باللغة المصرية القديمة بالخط الهيروغليف. المعبد الجنائزي لمدينة هابو أحد أكبر معابد مصر الجنائزية، تبلغ مساحته 320 متراً طولاً، بينما يزيد عرضه على 200 متر، ويحيط به سور ضخم يبلغ ارتفاعه 18 متراً. الناحية دي هنلاقي بقية المعابد الخاصة من عصر الدولة الوسطى، وأضاف ليها ملوك الدولة الحديثة أمنحتهم الأول وحتشبسوت وتحتمس الثالث بعض الإضافات والمقاصير، حتى وصولا للعصر البطلمي أضافوا معابد. هنلاقي الناحية دي المقاصير، المقابر ذات المقاصير، واللي بتخص أميرات ثلاث أميرات من العصر الوسطى 25 و26، وأهمهم مقصورة بالخص عمون رديس. بيبدأ معانا المعبد وهذا السور اللي هو من الطوب اللبن، وده ارتفاعه كان تقريبا حوالي 17 متر. وهنلاقي مساكن الموظفين والكهنه من الناحيه دي والناحيه دي، من ناحيه الشمال ومن ناحيه الجنوب. الصرح الاول بمعبد الملك رمسيس الثالث، هنلاقي فجوات فجوات الاعلام الاربعه، وهنلاقي مناظر للملك رمسيس الثالث مع الإله رع حور أختي، وهنا قدام الإله أمون رع بيقدم له الأسرة من الأعداء. هنلاقي في الخلف هنا بالناحية دي قصر الملك رمسيس الثالث، وبضم مساكن وغرف وحجرات لزوجاته.
طبعا بيتميز بالحروف، الشكل الكبير للحروف. ارتفاع الصرح بيبلغ حوالي 24 متر. المعبد ككل طوله حوالي 320 متر من الشرق إلى الغرب، و200 متر من الشمال للجنوب. ونستكمل في المرة القادمة جولتنا الاستكشافية لمعبد مدينة هابو. ومن الآن احجز لخيالك مكان، فما زال النيل يروي.